التواصل مستمر مشاهدينا الكرام. تابعنا الشوط الماضي ذهب مع سلهود خليفة بن محمد بالدكوك المحرمي بسم الله وعلى بركة الله. تعلن انطلاقة الشوط الثالث عشر بمجموع هذه الأشواط، والشوط الثالث للبكار الصعوب نسير إلى المركز الأول إلى مقدمة هذا الشوط الشاهينية منصور بن حمدان بن محمد العميمي، بينما المركز الثاني هنالك الشاهينية خلفان بن سعيد بن عيلان المهيري، بينما نتأخر إلى ثالث الأسماء تصل هملولة مغير بن ناصر بن مغير العميمي، والمركز الرابع الشاهينية مبارك بن عيسوب المهيري مع رابع الأسماء، المركز الخامس من الجانب الآخر الوصول والتقدم هنالك من تقريبا احمد بن محمد بن فالح النعيمي، وتدخلت هنا التدخل من الشاهينية منصور بن صالح الحميري، ولكن بعود الى المركز الاول. الله يا سلام يا سلام يا شاهينية يا العميمي منصور بن حمدان بن محمد العميمي، روح يا ابو حمدان، ما بقى للغليل هنا ال400 متر النهائية بقيادة الشاهينية منصور بن حمدان بن محمد العميمي. يا هالي المسعودي يطالبونك بالسلام، يطالبونك بالناموس هنا من أرضية هذا الميدان من تحت أقدام الشاهينية عصاها في الأبطان، ما قالها شيء بدون أي أوامر ولا أي تعليمات. سلام يا المسعودي، سلام سلام يا العميمي، سلام. اشكرك يا ابو حمدان، اشكرك على هذا العرض المميز العرض الممتاز بدون اوامر ولا اي تعليمات. تهانينا والناموس. ويتحطم توقيت الصعوبة، المركز الثاني شاهينية خلفان بن سعيد بن عيلان المهيري، المركز الثالث هملولة المغير بن ناصر العميمي، والمركز الرابع ايضا هملولة مع رابع الاسماء مغيب الناصر بن مغير الحميمي. التوقيت الزمني 2:10 ما شاء الله، تسجل معنا بهذا الشوط الشاهينية منصور بن حمدان بن محمد العميمي. التوقيت